السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد. نكمل مع الجزء الثاني بعون الله تعالى. One group of amino acids have hydrophobic are groups. طيب هذول ايش هم؟ اللي هم hydrophobic اللي هم لا يحبون الموية، وموجودين فين؟ وهم ايش؟ non-polar. طيب الاول اللي هو جلايسين او جلايسين، سوري، طبعا نفس المركب فوق هنا اللي هنا اتش فقط، هو جلايسين هنا سي اتش 3 اللي هو الينين او الينين، ولا بعده سي اتش، بعدين سي اتش 3 سي اتش 3 زي ما نشوفها هنا، فهو فالين، بعدين هنا سي اتش 2 سي اتش سي اتش 3 سي اتش 3 اللي هو لوسين، وهنا ايسو لوسين اللي هو سي اتش سي اتش 2 سي اتش 3 سي اتش 3 طبعا شوفوا هنا لوسين وهنا ايسو لوسين. نعم نكمل. طبعا هنا برولين، نعم زي ما نشوفه كذا، هنا سي اتش 2 وهنا سي اتش 2 وهنا برضو سي اتش 2. نعم هذا ايه برولين، نوعا ما سهل يعني، هذا وهذا 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 تقريبا سهلين الحفظ، وهذولا مع بعض نقدر نميزهم باسمائهم. نعم بقي لنا هذا اللي هو يعني اللي نيشا ترايبتوفان، ترايبتوفان اللي هو سلسلة اللي هو زي المركبين كده، بعدين سي اتش 2 سهل برضو، وهنا فينيل الانين، طبعا الانين اللي هو سي اتش 3 صح، حط لك هنا بس سي اتش 2 بعدين حط لك عشان يربطه مع السلسلة، فقال لك الانين مع مركب بنزين، وهنا ميثو نين سي اتش 2 سي اتش 2 وفي اس وهنا سي اتش 3. نعم نكمل. هنا عندنا جاب لنا البولر، another group of amino acids has polar R groups making them hydrophilic. طبعا بولر ايش قال؟ قال لنا سيرين زي ما نشوف، سيرين هنا سي اتش 2 بعدين او اتش، وهنا ثريونين ثريو ناين لو سي اتش وبعدين سي اتش 3 وهنا او اتش، وهنا اللي بعدها في اس اتش، فعلى طول نعرف الاس اتش هي ايش؟ بولر ولا هي سايتوسين ولا فيها اس بس هي ايش؟ ميثونين ون البولر صح. طيب نعود هنا اللي هي تايروسين، هنا قال لنا سي اتش 3 المركب وهنا تحت او اتش وهنا في حلقة بنزين، وهنا ايش قال لنا؟ قال لنا اسبراجين، اسبراجين اللي هي سي اتش 2 بعدين هنا سي وبعدين هنا ان اتش 2، وهنا اللي بعدها جلوتامين، حط سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 2 بعدين هنا سي بعدين هنا ان اتش 2 اللي هو جلوتامين. طيب نقبل النقطة اللي فوق تقول the last group of amino acids include those with functional groups that are charged analyzed at cellular pH. بعدين هنا قال لي some are groups، أيوة some alkyne groups have bases or other acids. اوكي يعني هنا زي بشوف البيسك او بيسس، وهنا acids زي ما نشوف هذول مشحونين قال لك الكتريكلي، فهنا نشوف فيهم اشارات ناقص ناقص هذا يعتبر acidic، وهنا زايد 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 هذا يعتبر basic. طيب الاسيدك اللي هو اسبرا، نعم زي اللي هو اسبراتيك
أسيد، طبعا راح يكون CH2 بعدين C بعدين هنا O ماينس وهنا O، وهنا نفس الشيء CH2 CH2، يعني هذا نفس بعض، اللهم هنا في ثنتين CH2. طيب نيجي هنا لايساين هنا CH2 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 أربع مرات، بعدين NH3 هذه لايسين، وهنا أرجينين ل CH2 ثلاث مرات، بعدين NH بعدين C بعدين هنا NH2 NH2، يعني عندنا ثلاثة NH، ثنتين NH2، واحدة NH1. وهنا هيستايدين، يعني زي ما نشوف هنا CH2 بعدين NH و NH، وهنا عندنا تقريبا مركب 1 2 3 4 5 خماسي. نعم كما نراها، نكمل هنا السلايد التالي اللي هو نيوتريشنال او يسموه بيولوجيكال. نيوتريشنال معناه التغذوي الغذائي. طيب عندنا اسينشال وعندنا نان اسينشال، انقسم الى قسمين. الاسينشال معناه ضروري، وهذه كلمه معناه ضروري. هنا قال لك ايش هو اسينشال؟ not synthesized in body so it is essential to be supplied in diet. نعم يعني المهم في الاسينشال انه الجسم لا يستطيع ان يكونه بنفسه، فلازم انه ياتي من الخارج. طيب وهي نان اسينشال ذا ريست اوف AAS. ايش هي AAS؟ اللي هي امينو اسيدز. طيب هنا الاسينشال اللي هي هذه المركبات، واللي هو THR، وهنا ميثوناين اهو، هنا ميث اللي هي CH، وهنا OH، وهنا في أروماتيك، وهنا لايس وارك وهس، هستونين اللي هي بيسك. طبعا نلاحظ ما في ولا اسيد هنا. طيب وهنا يعني ما في اسيدك، في بيسك. طيب هنا قالك فال و برانشت، وهنا هيتيرو سايكليك. وهنا اختصار يعني اللي هو BVT-TIM هول، اللي هي هذه BVT-TIM اللي هو بيفت تيم هول، عشان نحفظها ايش هي هذه المركبات الاسينشال. طب لو حفظنا هذه خلاص الاسينشال راح تكون في الجيب وسهلة. طبعا ما شاء الله الى الان يعني الامور باذن الله سهلة يعني بسيطة. ميتابوليك اللي هي الميتابوليزم او ميتابوليك كلاسيفيكيشن، النوع الثالث اللي هو جلوكو جين وكيتو جينيك او ميكست. يعني هنا قال لنا ايش؟ قال لنا the rest 14 منهم، وهنا طبعا هذول ميكست اوكي الاربعة، وهذول الاثنين اللي هو يصنفون كيتو جينيك، والباقيين 14 هم جلايكو جينيك. هنا زي ما نشوف هذا اخر سلايد، قال لنا ايش؟ قال لنا امفو تريك برو بروبرتيز اوف امينو اسيدز. طيب أمفوتريك أوكي، إيش معنى الأمفوتريك properties of amino acid؟ قال لك definition it is the ability of the amino acid to act as a base proton acceptor in acidic medium and as an acid proton donor in الكاين ميديوم. يعني هنا ايش يقول؟ هنا يقول لك انه قدرة الامينو اسيد على انه يعمل كقاعدي اللي هو بروتون اكسبتور ان اسيديك ميديوم. في الاسيديك ميديوم يكون قاعدي، او انه يعمل كاسيد اللي هو بروتون دونر فين؟ في الكاين
الكلاين ميديوم. طيب نكمل هنا، يعني يقول ايش ان سترونج اسيد، وهنا ان سترونج الكاي. ان سترونج الكاي طبعا هو الاسيد يعمل هكذا، في ان سترونج الكاي نعم، يعني زي ما نشوف المركب هنا هذا هو المركب الطبيعي. طيب فنحن اذا هذا نبغاه يتصرف كاسيد فهو راح يروح لمنطقه الكلاين او الكايل، سترونج الكايل ميديوم، فيصير زي كذا، يتحول زي كذا. طبعا نشوف ايش الفرق، هنا كان اتش 3، هنا صار ايش، هنا كان سوري ان اتش 3، نعم هنا صار هنا كان ان اتش 3، فراح يعود الى نعم زي ما نشوف هنا، هنا ان اتش 3 سوري هنا ان اتش 3، فلما يروح لمنطقة الاسيد او ان سترونج اسيد زي ما نشوف راح يصير كذا ان اتش 3 ايش الزيادة، زاد اتش هنا صار ان اتش 4، يعني زود له اتش وهنا نقصنا منه اتش. طبعا هاي كلها نوعا ما مراجعة. طبعا نرجع هنا قال لك ان الكلاين ميديوم اوف امينو اسيد والكيري نيجاتيف تشارج، نعم ان الكلاين ميديا اللي هو هنا راح يشيل ايش نيجاتيف تشارج سو ميجريت تو انود، يعني عندما يذهب الى هذه المنطقة يتصرف كاسيد ويذهب ويهاجر الى منطقة تسمى انود ويحمل الإشارة السالبة. النقطة الثانية إذا ذهب إلى أسيدك ميديوم فإنه يحمل إشارة موجبة ويهاجر إلى الكاثود، نعم فبهذه الطريقة راح يتصرف هنا في هذه المنطقة راح يتصرف كأنه بيسك نعم أو قاعدي، نعم قاعدي أو قاعد. طيب هنا قال لنا بي آي قال لنا أمينو أسيدز كيري نات نت زيرو، ايش هي اللي تحمل نت زيرو اللي تسمى ايسو الكتريك، يعني متعادلة الشحنات points at their charge so does not migrate in electrical in electric field، يعني لا تهاجر الى اي مكان، يعني هنا تهاجر للانود وهنا تهاجر للكاثود لكن هنا ما تهاجر لاي مكان لانها الكتريك ايسو الكتريك. طبعا هنا بي اي اعتقد انها يعني تسمى ايش متعادله الشحنات او نوعا ما. نعم هكذا نكون انهينا المحاضره الاولى، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.